ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أحبتي في الله طيبتم وطاب ممشاكم وجعل الله لكم بهذا الطلب مسلكا إلى الجنة اللهم آمين كما قلنا سابقا إن من أهم وظائف سورة الأنعام بالذات تحقيق التوحيد وبيان ضلال الكافرين وجهلهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجادلهم بالتي هي أحسن يجادلهم بالتي هي أحسن عقلا وقلبا وبالنصوص الكونية كما يناقشهم بالنصوص الشرعية لاحظوا هنا لما طلبوا الملك قال سبحانه لو جاء الملك أولا كان عليهم هلاكا كاملا لأن الملك لا يستطيع أحد أن يقتدي به فهو إن صام بدون كلل وإن قام بدون ملل وإن فعل الأشياء فعلها على طريقة لأن ناموسه غير ناموس الإنس فلو احتج أحد على الله وقال يا رب كيف نقتدي بهذا وهو لا يصلح قدوة لنا لأنه ليس منا لكانت حجة صحيحة
أنه كيف يكون من لا يأكل ولا يشرب حجة علي في الصيام؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لأنه أصلا لا يأكل، هو صائم الدهر كله. من يطيق من بني آدم أن يصوم الدهر فلا يأكل ولا يشرب سنوات طوال؟ ما أحد. هذا الملك، هذا أمر سهل عليه من فطرته ومن طبيعته، لو قام يصلي لقام كل الليل وكل النهار وعلى مدى سنة كاملة ما شعر بملل ولا تعب. من يستطيع هذا من بني آدم؟ لا يستطيع أحد. فلو جعل الله رسوله ملكا واعتذر الخلق عن متابعته لكان عذرهم صحيحا مقبولا. ثم الأمر الثاني أن الملك لا يرى حتى يقتدى به ابتداء، لهذا قال الله في الآية الثانية ولو جعلناه ملكا ليش؟ لجعلناه على صورة رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون. طب النتيجة أنه الذي طلبتموه طلع عليه على رأسكم، ما طلع لكم، بل أنتم أغبياء حينما تطلبون شيئا لا تقدرون على متابعته. تخيل زي واحد من شبابنا هون، وإن كان هذا المثل أيضا لغير صحيح لكن قريب للذهن، من هالأولاد اللي بيلعبوا بوكسينج عمره 10 سنين ولا 11 سنة، قلنا له يلا بدنا تبارز أخوك 10 سنين 12 سنة بتدرب معه، قال لا أنا إذا ما جاءني بطل العالم ما بقبل أقاتل. لك يا ابن الحلال، هل تقدر على بطل العالم؟ قال إيه ليش لا. ثم يأتيه بطل العالم وما بوصلش لرجله، فيريد أن يقاتله بصبعه هيك براسه بخبطه هيك برتمي ضربة قاتلة مش قاضية. بعدين من لوم بطل العالم، يا أخي ليش تلوم؟ ما هو اللي طلب مقابلته وأصر عليها إصرارا. لكن لو نحن وافقناه لكنا في الغباء مثله بل أشد، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يتابع خلقه في هواهم. ولهذا قال لو اتبع الحق أهواءهم ليش فسدت السماوات والأرض، لأنهم لا يفكرون بعواقب الأمور. ولهذا قال الله لهم في الآية الأولى لقضي الأمر، لو جاء الملك قضي الأمر. ليه؟ لأن كلهم راح يخرجوا عصاة، والملك نفسه هو اللي بعثوه راح يقضي عليهم كلهم، ما واحد راح يقدر يصلي زيه ولا يصوم زيه ولا يعمل أي شيء زيه، بل لن يستطيعوا أن يراه ليعملوا مثله أصلا. فإذا أمكنت رؤيته ما يمكن أن تكون رؤيته إلا إذا تلبس برجل، صار شكله شكل رجل. فإذا صار شكله شكل رجل الطلب اللي طلبوه ما وقع، يعني صار تلبيس شيك. هم طلبوا الملك، جاء الملك ما قدروا، يا رب ما احنا قادرين نتابعه لأنه ما منشوفه أصلا. طيب كيف بدنا نشوفه؟ قال لا يمكن أن ترونه إلا إذا تلبس بصورتكم. فإذا تلبس بصورتهم لم يعد ملكا، صار الآن إنسي مثلهم. إذن خرجت الحجة، ما في فائدة من طلبهم، صار طلبهم طلب هوى فارغ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أنا لا يمكن أن أفعل هذا أصلا، لأني أعلم بحالهم وقدراتهم. حتى النبي الذي هو منهم ومن جنسهم بل ومن قبيلتهم
لا يستطيعون على متابعته، فكيف لو كان ملكا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو رجل من قريش، تربى في قريش وعاش في قريش وأكل أكل قريش، واختاره الله من حكمه العظيمة أنه ليس أعظمهم جسدا. شوف الحكمة هون، إنه كان ربعة في الرجال صلوات الله وسلامه عليه. إيش ربعة في الرجال؟ يعني في متوسط الرجال حجما، له طويل وله ضخم وله كذا وله قصير أيضا، بحيث أنه يرونه شيء صغير لا يستحق المتابعة والمقابلة، بالعكس ربعة في الرجال، ومع ذلك ما كانوا يستطيعوا أن يتابعوا في كل شيء. حتى إحنا الآن لو بدنا نتابعوا في الذكر بس لا نستطيع، ما ينتهي الذكر. كيف كان يفعلها هو صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري. يعني لو جبت كتب الأذكار كان يفعل كذا وكذا 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 ويقرأ كذا، يا ربي لو بدي أسويها أنا ما ظل عندي نهار ولا ظل عندي ليل، شلون بدي أسويها؟ ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أحد مجاراته صلى الله عليه وسلم، خذوا منه ما استطعتم، لكن إذا نهيتكم عن نهي هذا كل واحد بيستطيعه، ممنوع تجيبه، فانتهوا. إذن عند النهي القطع، لأنه ما واحد له عذر يقول يا ربي ما قدرت أسويه، لا، هو أنت مطلوب منك الترك، والترك ليس صعبا على أحد، لأنه شو الترك؟ عدم الفعل. كل الناس تقدر على عدم الفعل، لكن ليس كل الناس تقدر على الفعل. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مهدئا روعه مطمئنا نفسه انه استهزئ برسل من قبلك كثير، لست اول من يستهزئ به، الرسل اللي قبلك كلهم بدون استثناء استهزئ بهم. ولاحظ اتت بكلمه رسل، ما اتت بكلمه نبي، لانه في انبياء لم يستهزئ بهم، وعلى رأسهم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. أما الرسل وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام فقد استهزئ به وعذب وبهدل 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله، وما استجاب له إلا القليل. أنت تخيل 950 سنة، لو كل سنة أسلم واحد كم راح يكون معه؟ 950. لكن الذين أسلموا معه الله قال فيهم قليل. بعض الرواة قال 13، لكن الله أعلم كم العدد، لكن عدد قليل. حتى لو 950 لكانوا قليلين. ليش قليلين؟ نسبة الزمن والطاقة التي أنفقها عليه الصلاة والسلام. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، سبحان الله، ليلا ونهارا 950 سنة. لهذا كان قاسيا عليهم في الدعوة، يعني في الدعاء عليهم كان شديدا. ليش؟ لأن 950 سنة وما حد استجاب له إلا القليل. وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، تخيش ولا واحد يتحرك يتنفس، فأهلكهم الله جميعا، حتى أهلك بهائمهم وخيلهم، ما أبقى منهم شيء، كل شيء على الأرض مع الكافرين هلك.
دعوة نوح كانت ساحقة ماحقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر الله أن يأخذ من كل نوع من الخلق زوجين اثنين، لأنه الباقي بده يهلك. شوف عجب استجابة الله لهذا النبي العظيم، لأنه قدر قدر ألمه وتعبه في دعوة هؤلاء، ما أدري شو تسميهم، بشر ولا بدال الشين حط قاف. المهم ثم يقول للخلق جميعا: سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا ناس روحوا شوفوا شو صار في غيركم، وعندكم قصص قريبة منكم سمعتم بها عن آبائكم عن أجدادكم، لسه قريبة منكم حادثة الفيل وكيف فعل الله بهم. استعمال العقل، التفكر في آيات الله الكونية، التفكر في عظمة الله، التفكر في قسوة الله على أعدائه، وكيف أنه إذا انتقم انتقامه ليس له مثيل سبحانه وتعالى. أسأله أن ينتقم من الأسد ومن الروس ومن كل المشركين انتقامه من أهل الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ اللهم أرنا في أصحاب هذه الطائرات الساحقة الماحقة أن تمحقهم محقا، ولو جاز لي لقلت لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لهم لمين، من يملك السماوات والأرض؟ طبعا قريش كانت تؤمن أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه، وإحنا الآن لو خاطبنا معظم الخلق لكان جوابهم نفس الجواب. وهنا لفظ الجلالة لم يأتي قل الله، بل شو قال؟ قل لله، لتأكيد الملكية، لأن اللام الأولى في لفظ الجلالة للملك، لام الملك، ما قال هي ملك الله، بل قال هي لاسقة لسوقا كاملا، حق كامل لا يأخذه أحد ولا يستطيع أن يدعي أحد. ولكن سبحانه وتعالى ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه وما أطيبه، كتب على نفسه الرحمة كما بين لنا رسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، أن الله سبحانه كتب كتابا هو عنده أن رحمتي سبقت غضبي. سبحان هالرب، ألا يحب رب مثل هذا الرب؟ والله لا يوجد رب مثله ولا حتى قريبا منه. كتب على نفسه وجعلها حق على نفسه. إيش كتب على نفسه؟ جعلها حق، إنه أنا الرحمن الرحيم ورحمتي حق لخلقي. سبحان الله، خلق الذين لا يملكون شيئا يقول لكم حق علي،
كما جاء في الحديث قال يا معاذ ما حق العباد ما حق الله على العباد؟ شو قال؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال يا معاذ فما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال أن لا يعذبهم أن لا يعذبهم رحمة تسبق غضب. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت رحمتي إلى 100 قسم. قسم الرحمة إلى كم قسم؟ 100 قسم. قال قسم أنزلته على الأرض فبه يتراحم الناس حتى أن البهيمة لترفع رجلها لوليدها ليرضع، بتوقف له هيك ترفع له رجلها يلا بتسهل عليه الطريق رحمة بهذا الوليد. وهذا جزء من هذه الرحمة التي أنزلها الله على خلقه، فحب الوالد للولد وحب الولد للوالد وحب الأم لابنها ورحمته بها، كل هذه قال حتى الشجر رحمت فينا بطعمنا من ثمره. قال وأبقيت لهم 99 رحمة أعطيها لهم يوم القيامة. الله أكبر، هذه تدخل الجنة برحمة الله. تدخل الجنة بمن يا أبا يحيى؟ برحمة الله. ما في أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله، ومع ذلك المختار المصطفى لا يدخل الجنة إلا برحمة الله. فمن نحن؟ ماذا نقول؟ اللهم ارحمنا برحمتك. أبو محمد بيقول طب يا شيخي فما فائدة العمل إذا كنا من ندخل الجنة برحمة الله؟ شو فائدة العمل؟ يلا أعطوني جواب، خليني أشرب مي ريقي نشف. 1 2 3 4 ما شاء الله نعم الطلاب أنتم. قال نبدأ في اليمين وكبر كبر تفضل يا كبير بني كنانة تفضل. والعمل يرتقي الإنسان المسلم إلى درجات الجنة. أوضح من هيك كلامك طيب. شو عندك أنت؟ العمل شرط من رحمة الله تنزل على الله. لا يرحم من لا يعمل. العمل شرط. وش دراك ان الله لا يرحم من لا يعمل؟ اياك ثم اياك ان تقول هذه الكلمة فيحبط عملك وتدخل النار. بدنا كلام علمي مقعد بالقواعد العلمية الشرعية. سمعت شو قال ابو عبد الرحمن؟ شو قال؟ ايش يعني؟ هي كلمة طيبة ولكن اما هو فاهمها لكن ما عبر لي التعبير الطيب الكامل، واما لا ادري. اقول قال
طيب طيب بعد ما يدخل الجنة ايش بصير؟ احسنت. اذن العمل الاساس فيه طبعا لابد ان يكون مسلما حتى يدخل في الرحمة. اللي قاله ابو معاوية في شيء من الصحة، لكن لا يقال بهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة خطيرة أن تقولها. ما سمعت الحديث أنه قال والله لا يغفر لك الله أبدا؟ قال من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. أعوذ بالله. انتبه، وحديث الشفاعة حديث صحيح رهيب يحتاج إلى دقة في الفهم ممتازة جدا. قال أدخلوا من كان في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان. في عنده عمل قاد نقطة الإبرة، هات يا أبو يحيى شو عندك؟ كمل الجواب على السؤال لسه ما وقع بالشرك. انتبه، بس أنت القاعدة الأولى اللي قلتها غير صحيحة، ما هيش قاعدة هذه. أنا نبهت أبو معاوية عليه، أنت رجعت عدت نفس الكلام. هذا نشوف شو عندك أنت. العمل هو الذي يحدد درجة المرء المسلم في الجنة بعد أن ينال رحمة الله. سمعت ولا كلمة، علي صوتك. العمل هو الذي يحدد درجة المرء المسلم بعد أن ينال رحمة الله، بدليل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والدرجات في الجنة محددة بالعمل. أحسنت، هذه أقرب جواب من جواب أبيه، أن الله سبحانه. هات لنشوف. صحيح، يعني هذه الآيات كثيرة ولازم نتفكر فيها ونجمعها حتى نفهم الخلاصة. الخلاصة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، فمعناته من أنت؟ كله بده يدخل بالرحمة، لكن لمن استحق الرحمة؟ فهو كما أنه أرحم الراحمين إلى أنه شديد العذاب شديد الانتقام شديد الطول سبحانه وتعالى. فمع أعدائه يتعامل بعدله، لا يظلم ربك أحدا. أما مع أحبابه فيتعامل برحمته، ولهذا قد يكون مقصر ومقصر جدا في جناب الله ويدخل الجنة. الحديث المشهور أن رجلا لما أراد أن يموت، يعني لما جاءه الموت، دعا ابناه فقال كيف أنا كنت أبا لكم؟ قالوا نعم الأب. قال لكني لم أفعل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني وذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء. ح
حتى لا يقدر الله على جمعي فيعذبني. شوف هذه زاد معصية، يعني فوق المعاصي زاد معصية أخرى، وهي ظنه أن الله لا يقدر على جمعه، فجمعه الله وقال له لما فعلت هذا؟ قال خشيتك، والله مستحي أقابلك. قال اذهب فقد غفرت لك. وهذا الشرك في الأسماء والصفات، ومع ذلك غفر الله له، لعلمه أنه ما قصد شركا ولا قصد فرارا من الله إلا استحياء من الله. دخل الجنة. وآخر الناس خروج من النار تقعد يتدلل على الله، يقسم له الأيمان المغلظة، والله لا أفعل، والله لا أسأل، والله لا كذا، ثم يسكت ما شاء الله، ثم لا يستطيع على السكوت، والله أعلم به، فيقول يا رب افعل لي كذا. قل له ابن آدم، ما أقسمت لي وأعطيتني الوعود أنه ما تسألني شيء آخر؟ قل له هذه يا رب، بس هذه، فيعطيها ويسكت ما شاء الله، ثم يقول يا رب. فيقول له ما أجحدك يا ابن آدم، تمنى علي. شوف هالدلع اللي الله بيدلعه بلغتنا احنا العامية هيك. هذا العبد اللي هو آخر واحد بدخل الجنة، فتخيل كيف يفعل بالأوائل الذين يدخلون الجنة. فإذا دخلوا الجنة واطمأنوا فيها أعطاهم الله درجاتهم بأعمالهم. إذا هنا العمل ينفع، العمل بدخلك الغرف حسب وضعك النفسي، شو سويت أنت، شو قدمت، كم أحسنت في عملك. والله هذه الطبقة للمحسنين، وهذه الطبقة للمؤمنين، وهذه الطبقة للمسلمين، وهذه الطبقة لآخر من يدخل النار، يخرج من النار ويدخل الجنة، اللي كانوا يسمونهم أهل الجنة الجهنميين. فسبحان الله، هذه طبقات ينالها الإنسان بعمله وبعدل الله. هنا العدالة تشتغل، ما فيش وساطة، لكن دخول الجنة في وسائط كثيرة، وهي الشفاعات. حتى إذا انتهت شفاعات الخلق جميعا، قال الله شفع النبيون وشفع المرسلون وشفع الصديقون وشفع الشهداء وشفع المؤمنون، والآن شفاعة رب العالمين، فيأخذ حفنة بيده ممن استحقوا النار ويرميهم بنهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل حول الماء، ثم يدخلون الجنة مسلمون عصاة. بالأمس أو قبل الأمس فرجوني فيديو كنت سامع عنه سابقا، لشيخ تونسي، هو من جماعة النهضة، نائب رئيس جماعة النهضة، وليس بشيخ على كل حال، هو محامي، لكن من يوم ما تعلم القرآن وتعلم في المدرسة الشرعية لبس اللباس الشرعي، ذهب إلى الجامعة باللباس الشرعي، وكلهم يقولوا له يا شيخ، دائما اللفة والعمامة والجبة، ما يمشي إلا بالجبة، حتى يدخل المحاكم بالجبة.
قال صارت معي حادثة. يوم رحت أعطي درس في المسجد ما لقيت حدا. لقيت واحد بالسكع. قلت له تعال ادخل ما يحضر هالدرس. قام دخل. اجوا الناس على الصلاة شموا ريحته سكران عايف حاله. فقاموا عليه. ما تستحي ما كذا داخل المسجد وانت سكران وانت شربان وانت. ويقول لهم والله لا أخرج من المسجد ويفعلوا اللي بدكم إياه. قال فهجموا عليه لما ما سينفع مع الكلام. قال هذا الرجل فخشيت عليه فطبيت أنا عليه أقول لهم يا جماعة هذا ضيفي. قال أنا أكلت القتلة معظمها عنه. وناديت يا شيخ فلان شيخ المسجد يا عم فلان الحقني. فجاء من المسجد من غرفته ايش بتسووا هذا ابني اتركوه. وما عارف ايش اللي تحته. قال تركوا الناس. قال له شو قصتك يا زلم؟ قال له والله بدي احضر درس جبت هذا يحضر الدرس ما في حدا يحضر الدرس. وكان داعية شوارع يعني رجل يدعو الناس وين ما كان. شوف تونس كيف كانت. تبدي يعطي درس في المسجد فيش حدا. قال ما لقيت إلا هذا بتسكع في شوارع يعني شارع المسجد. قلت تعال أحضر درس. قال لي إيه جاء أحضر الدرس. إجا وقت الصلاة هذول هجموا علي. قال له مش لاقي إلا تجيب واحد مخمور يحضر الدرس تاعي. قال له أنا ما لقيت غيره أصلا لعل الله يهدي. فأجى الشيخ يحكي معه يا ابني ما بنفع كذا روح اتحمم غير ثيابك هاي وتعال. قال له خروج من المسجد ماني خارج واللي بدكم اياه سووا. قال له الشيخ لهذا الرجل امام المسجد قال له اذا خلصت الصلاة بتسحب حالك بتاخذه بتطلع انت وياه برا. قال له ايه ان شاء الله. قال صلينا حطيناه في الزاوية صلينا بعيدين عنه مترين يعني حطوه حتى ما وصلوا الصف معه بعدوا مترين عنهم. قال صلى في آخر سجدة بقي ساجدا. قال خلصنا الصلاة. أنا قال أسرعت قبل ما الناس تبلش تتحرك وتحكي أروح أخذه. ولك يا ولد قوم حرك. قال نكشته هيك له قلب حركنا وإذا به ميت مات ساجدا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله هذا موقف عجيب موقف عجيب. كيف ساقه الله سبحانه وتعالى. يقولوا له روح بس غير وتعالى أبدا لا أخرج من المسجد. ويصلي وتخرج روحه وهو ساجد. سبحان الله. أنا في أيام دعوتي الأولى كنا شباب صغار للسنة أول ثانوي وهيك شيء نخرج بس نخلص صلاة نطلع في الشوارع تاعت المنطقة تاعتنا نلقط هالشباب ما أكثرهم يا حبيبي صلاة كذا. كان معنا دائما كتاب في الترهيب من الصلاة كل أحاديثه موضوعة ومكذوبة لكن اللي بيقرأ ما بيكملش هذيك الليلة إلا ويجي على المسجد من كثر ما أحاديث الترهيب فيه بتخلع القلب خلع. احنا ما كنا نعرف انه أحاديث موضوعة أصلا يعني. بعدين لما تعلمنا لقينا كله خرابيط لكن سبحان الله كم ينفع الناس. كان كتيب صغير هيك. فقالوا لنا في هذا الرجل روحوا ادعوه. ما قبل دعوة من أحد.
تكلمت معه لقيته على باب بيته عند عمود الكهرباء. يا أخي يوسف كذا. المهم حكينا معه ربع ساعة ثلث ساعة والله لا أذكر، من كثر ما احنا هبل حتى ما عرفنا انه سكران. يعني سبحان الله ما عنده خبرة في الناس هذه، ولا عمرك شفت خمر ولا شفت أهل الخمر، ما بتعرف مين سكران. بعدين هذول المتعودين ما هو سكران بيبقى مطوطح هيك، لا عادي بحكي معك عادي. طبعا هو حكى لنا عن نفسه بعد ذلك، قال لي خلص شيخ الفجر بكون معكم. لا إله إلا الله. راح البيت قال لها يما مش متزوج، وصل تقريبا 30، أزعر يعني من النوع الثقيل في الزعر. أنا قال لها يما حضري لي حمام. قالت لي يا حبيبي الصبح بتتحمم. قال لها لا هلا بدي أتحمم، بدي أروح الفجر على المسجد. قالت لي يا ولد من عقلك بتحكي انت ولا بتضحك علي؟ قال لا من خلص، وتقوم تحضر له احسن حمام واحسن عشاء كمان، وتتصل باخوته. اخوته كانوا يشتغلوا بالكويت، ابشركم اخوته اصغر منه، ها اخوكم بده يصلي. الله اكبر، صارت احتفالات في العائلة كلها. الفجر كان معنا في المسجد ومشي في ذلك من ذلك الوقت بالطريق المستقيم، ما شاء الله أن يمشي. تركت المنطقة وهو على خير. والله في الصيف، في صيف تلك السنة إخوته سووا لنا عزومة وليمة زي ما بدي يقول، أكلة محترمة. بدهم يعرفوا مين هالشيخ اللي الله هدى أخوهم على إيده. لما جيت اطلع أنت ما قالوها طبعا، بس يعني في قلبهم، لأنه ما خلوا شيء يعني أخذوا على الكويت. عجبوا عجب عليهم، شغلته قاعد وبصرفوا عليه كمان غصبا عنهم ولا بسوي لهم مشاكل. سبحان الله اهتدى وتزوج، فتح محل ساعدوه اخوته ببيع ثلاجات وغسالات ومش عارف ايه، وكان لا يقبل الا نقدا، ابدا لا يمكن يقبل يتعامل معك بالشيكات. يقول لك انا ما بتعامل مع البنوك. كم من انواع البزنس راحت عليه لانه ما بتعامل مع البنوك، وكان راضي ومبسوط سبحان الله. فساعة الرحمة لا تدري متى تأتي وكيف تأتي وأي السبب الذي يكون لها. فلا تحقرن صغيرا في عمل، حتى العمل الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر أبدا. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني الذين خسروا أنفسهم إيش هم؟ هم الذين لا يؤمنون. فقدم النتيجة على السبب، وهذه فيها نوع من التحذير والتنبيه العجيب. يعني يقول لهؤلاء الذين لا يؤمنون إيش نتيجة حياتكم؟ خسارة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الصور القصار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.